السلام عليكم، شو اخباركم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القضيه اليوم واللي فيها جبت لكم واحد الحدث نقدروا نقولوا عليه حدث روائي. كنعاود لكم اليوم القضيه اللي فيها احداث ولا البطل ديال الروايات غيتحول لبطل حقيقي وغينسج لنا الخيوط ديال القصه ديالنا. الناس اللي كيعجبوهم تفاصيل التحليل اليوم غتعجبكم هذه كذلك. كما عهدتوني فيما كتسنح لي الفرصه انني ندخل لكم محتوى علمي اللي ممكن تستفدوا منه في تقنيات مختلفه، راه كنستغل الفرصه وسط من القضيه باش نشرح لكم على ظواهر معينه وعلى علوم مختلفه، وهذا الشيء راكم شاهدتوه من خلال بزاف ديال الفيديو. وطبعا انا عاجبني الحال انكم كتحسوا بي، لان هذه كانت في الاول الرساله ديالتي اللي بغيت ان المحتوى ما يكونش سردي محض، ولكن فين ما كان شي فائده ممكن اننا كلنا نتعلموها غيكون تما ان شاء الله الخير والبركه. انا كنحاول ندير مجهود وكنتمنى تقبلوا عليا. اليوم القضيه ديال جوج العرسان، جوج العرسان الزواج ديالهم غيشهد ليه كل شي الناس في ولايه نورث كارولاينا. ماشي حيت عايشين شي قصه حب خياليه ولا حيت هما زوين، ولكن كانوا جوج الازواج مميزين جدا، جوج ديال الناس اللي ناجحين بزاف وكيعرفوهم ومعروفين في واحد الطبقه معينه ديال النتورك اللي كيعيشوا فيه. اولا غنبداو بالزوج اللي هو مايك بيترسون، اولا مايكل بيترسون كان شخص اللي ساهم في الميليتير، كان خدام في الميليتير ايام الحرب على الفيتنام، يعني عنده واحد الوزن في الدوله هنايا وعنده واحد نوعا من التبجيل راكم عارفين كتعطاه قيمه، عنده ديما الدوله كتعترف بالمجهود ديال دوك الناس اللي سيرفاو في الحروب فكتعطيهم واحد بريفيليج على الناس العاديين. واكثر من هذا ماشي غير كان كيسيرفي في الميليتير فقط، بل كذلك من يرجع من بعد ما عاش في اوروب مده طويله ودخل بلاده في امريكان كيولي واحد من اكثر واشهر الروائيين، وكيبدا يكتب روايات كثيره وكتحقق مبيعات خطيره، يعني كتدخل لا ليست ديال بيست سيلر او من احسن من اكثر المبيعات على حسب المجله ديال نيويورك تايمز. المهم ما علينا، مايك الزوجه ديالو اللي غيختار انه يتزوجها للمره الثانيه ماشي هي الزوجه الاولى لا تقل اهميه وانجاز ونجاح عنه. كان مزوج سيد مرا قبل وعنده معها جوج وليدات اللي كانوا في هذا الوقت كبارين. من بعد في اواخر التسعينات كيتعرف على كاتلين اللي حتى هي كتكون ديك الساعه مطلقه بثلاثه البنات وحدين اخرين كبارين، وكيلقى كل واحد هذيك العقليه اللي غتفهم معاه والمستوى و و و وكيتجمعوا وكيتزوجوا. كاتلين كانت كتعيش واحد المستوى راقي ولبس عليها وعايشه مزيان بحالو ولا اكثر منه، كانت كتخدم مساعده او نائبه مديره في واحده من اكبر الشركات العالميه ديال النتورك ولا التواصل في ذاك الوقت في الالفينات. غير الاسهم ديالها في ذاك الوقت في الاستثمارات اللي كانت كدير تقريبا كانت القيمه ديالهم 2.5 مليون ديال الدولار. عموما في الزواج كلشي كيحضر الحادي والبادي ولا ما عرفتش كيفاش كتسمى هذه القضيه، وكيباركوا ليهم وكل واحد فيهم كيبروميسي الاخر بانه غيكون معاه في السراء والضراء وما غتفرقوا عليه ولا عليها غير الموت. وبالفعل هذاك الشيء اللي وعدوا به بعضياتهم غادي يوقع. في واحد الليله من الليالي البارده في ديسمبر 2001 كيوقع الفراق ما بين هاد الزوجين مع جوايه الجوج ديال الليل. مايك يعيط في التليفون كيبكي ويتنخصص، كتجاوبو السيده اللي في البوليس كتشكون شنو واقع، كيفاش كيقول ليها مراتي كاتلين طاحت من الدروج وراها باقا كتنفس واش ممكن انكم تعتقوها؟ عافاك عافاك، وكيبكي وكيغوت. كتسولو من الغباء ديال هذيك السيده اللي في التليفون ما عرفش انا كيفاش شحال من درجه طاحت، يعني زعما الا كان عدد الدرجات مختلف غادي يسبقوها ولا غادي ما علينا. كيجاوبها تيقولها ما عرفت 20-15 شي لعبه بحال هكا ما عرفتش، المهم عافاك صيفطوهم صيفطوهم صيفطيهم دابا. كتقولي واخا هما غادي نباتشيهم لك دابا في الطريق كذا كذا. مايك ما كيقدرش يصبر، كيبقى تما يبكي. كلشي كيوصلوا الناس للاسعاف اولا قبل من البوليس باش يسعفوا المراه، لانه كما قال باقا كتنفس وباقا حيه وباقي فيها ما يتعتق. باش كيوصلوا كيلاحظوا بان السيده كانت ديجا النفس ديالها توقفات ودقات القلب ديالها توقفات وفارقت الحياه. سؤال بديهي كيسولوه مالها كيفاش شنو وقع، كيقول لهم ما عرفتش لانه هو ما كانش معاها مني طاحت ما شافهاش بعيني في اللحظه اللي زلقات فيها، شنو وقع بالضبط ما قدرش يعاود. ولكن كيوصلوا البوليس من بعد والكلام اللي كيقولوا الباراميديكس او
الاسعافات كيعاودوا يقولوا البوليس هو ديال انني انا وياها كنا بجوج بينا خارجين من الدار وجالسين حدا بلاصه لابيسين كنشربوا شي حاجه وكنهضروا وانا كنت كنكمل البايب ديالي. من بعد هي رجعت دخلت طلعت لا شومبر كانت عندها شي خدمه بغات ديرها في الكمبيوتر وانا بقيت كنكمل البايب ديالي في البول. 45 دقيقه من بعد كنت جاي داخل كتبان لي ديجا طايحه مكربعه تما هي فين حاولت نسعفها ما قدرتش عيط ليكم. هاد الدار اللي كنهضروا عليها تبارك الله كما قلت لكم فيها البول تقريبا الحجم ديال الدار واحد 10000 سكوير فوتج يعني تبارك الله يجري فيها العودان كما كنقولوا حنايا. المهم السيد طبيعي ما غاديش يسمع التكربيعه بالنسبه لي هو مسمع والو وما شاف والو. الحاجه اللي كيظن هو وقعات لانها كانت شاربه معاه شي شويه الشراب فكيقول ربما انها مع الشراب اللي شربات ومع ديك الصنداله الملاوطه اللي كانت لابسه في رجلها ديال الصباح غتكون زلقات وتكركبات اولا تعكلات وهي هابطه في الدروج. وبالفعل كيلقاو الصنداله حداها تما اول حاجه كيعرضوا الدم ديالها على متخصص باش يشوفوا شحال النسبه ديال الكحول اللي كانت في الجسم ديالها في السيستم ديالها. كيلقاو بانها 0.07 يعني قل من المعدل القانوني المسبوح به يعني غالبا ما تقدر ماشي حتى لدرجه انها غتبقى تكربع فهمتوا. ولكن الدروج هادو بنادم ممكن ماشي بالضروره يكون شعر ويطيح راه بنادم الله يستر كيقدر يكون غير غادي ويقدر يتعكل غير بوحدو. انا واحد المره وقعت ليا غير بوحدي ما معايا حتى شي واحد وقفت وخوات بيا ركبتي وطحت قصه حتى شي مره ونعاود عليكم في الانستغرام. وطبعا كيقلبوا الناس المتخصصين في الكمبيوتر داك البيسي اللي كانت خدامه عليه وكيلقاو بالفعل بان هذاك الشيء اللي قال صحيح يعني كانت جالسه في البيسي. المهم لغد ليه صباح كيصبح كل شيء كيهضر على هذاك الزوجين والمأساة اللي عاشوا هذوك الدار بالوليدات ديالهم والحدث ديال كاتلين لان كل شيء كيعرفها وسورتو مني كتعرف بانه شي واحد اللي كتحس به قريب ومشهور هكا ومني كيوقع ليه شي حاجه ولا كيموت كتصدم. ولكن البوليس على الرغم من ان الموضوع كيبان بحال اكسيدنت كانوا شي حوايج خلاوهم يشكوا في الموضوع. اول حاجه طبيعي ان الانسان يزلق في الدروج ولكن ماشي طبيعي انه يموت. عارف شحال من واحد كيزلق وكيتكركب في الدروج في كل عام في كل مدينة في كل دولة راه ميمكنش ولا جاو الناس كلهم فيما زلق شي واحد وتكركب يموت راه صافي فهمتوا يعني بحال جاتهم شي حاجه اللي معهوده او اللي كتوقع دائما. واحدة من الامور اللي خلاتهم يشكوا هو التواجد ديال الولد ديالو تاد اللي في العمر ديالو 25 سنه في مسرح الجريمه مني جاو البوليس مع جوج جوجونس د الليل. تاد معروف انه ما كانش كيسكن معاهم ما كانش كيسكن مع مرات باه وباه في ديك الدار وكذلك معروف انه ما كانش كيتحامل مع مرات باه ما عندوش معاها من نهار اللي تزوجها باه وهو ديما داير قيو ما كيحملها ما كتحملو ما كيتقابلوش ما كيتفاهموش وكان كيغير منها بحال هذيك ما بغاش باه اهتمامه يمشي عند مراه واحده اخرى. من حقه مايك كيفسر التواجد ديال ولدو تما بانه هو سيدي انا اللي عيطت عليه من بعد ما عيطت للبوليس اول مره كنهز التليفون نعيط على ولدي لانني بانيكيت وخفت وما عرفتش ولدي جا عندي باش يساندني في هاد الازمه هادي. نورمال حنا عائله متحابه ومتراصه في الشدائد كنوقفوا مع بعضياتنا عادي شنو المشكل. البوليس كيحاولوا انهم يستنطقوا الدري كيقولوا لي كيفاش شنو الولد من اكثر الناس اللي ما بغاوش يعطيو تصريح البوليس نهائيا كلمه ما كيجاوبهمش عليها اي حاجه كيسولوه كيرفض انه يجاوب وهذا الامر خلاهم فعلا يحطوا بين عينيهم علاش ما كتبغيش تجاوب واش عندك شي حاجه مخبيها تيقول لهم بانني ما شفت مريت ما عرفت ما والو انا غير جيت صافي. وتما كرمات القضيه والكونفرساسيون ديالو معاهم ما بقاوش كاع كيحاولوا ما بقاوش كاع قدروا يديو منه لا كلمه لا جوج. واخا ما بغيتيش تهضر ماشي مشكله سيدي حنا غنعتبروك ما كاينش وما شفتيش فعلا وغادي نرجعوا لمسرح الجريمه نحللوه مزيان. ودابا ركزوا معايا مهمة التفاصيل اللي غنبدا نعاود لكم. اول حاجه اللي كيحطوها في الاعتبار ديالهم البوليس هي الدم اللي كان في مسرح الجريمه واللي كان قريب انه يتخثر مني وصلوا. يعني هو كيقول بانه انفوا خرج من البيسين وجا دخل وسط الدار كتبان لي طيحه ومباشره عيط للبوليس او عيط للاسعاف. ولكن الى هذا الامر هو اللي كان مني غادي يجيو الاسعاف غتكون الدم باقي جاري ياك متفقين. الدم مادام بهذيك الكميه كامله وتجمع اولا بدا كيتجمع يعني انه داز عليه واحد المده. ثاني حاجه هو انه في البارم او في القاع الرجلين ديال الضحيه كانوا كلهم عامرين بالدم يعني ان الضحيه في واحد اللحظه من اللحظات كان الدم تما وهي وقفات فيه برجلين ديالها وربما تمشات فيه ولا الله اعلم ثم من بعد عاودت طاحت وماتت كملت الموت ديالها. وهذا الامر ماشي طبيعي واش غتكون هي تكركبات من دوك الدروج كاملين ونعسات وسحلات الدم وساله وقفت فيه وعاودت رجعت طاحت وماتت
كاين شكوك، فهمتوا كاين شكوك. مايك كيمسح السما بليقه وكيلصق فهاديك الكلمه ديال انا كنت برا في البول ما شفتش كيفاش التفاصيل ديال الوقعه، لانهم هما كانوا باغيين تفسير لهذا الامر، واش كيفاش وقفات كيفاش كذا، ما عندوش تفسير. هنا ماشي من العاجزين تيجيبوا واحد المتخصص في المجال ديال لا ميتيو، ميتيورولوجيست الاسم ديالو، وكيقولوا ليه في الوقت فلان فلان يا سيدي في ديسمبر اللي هو شهر 12، واش كتظن شي واحد كان يقدر يجلس لبرا حدا البيسين وهو لابس شورت وتيشيرت؟ يشدوه من ديك النقطه ديال اللباس ديالو اللي كان لابس. يعني قول لينا انت كنتي في البول او في البيسين، قول لينا كنتي انت في المصيف، قول لينا كنتي الفوق في السطح، قول لي بغيتي تقول، كلامك هو الكبير، حنا غنديروا الخدمه ديالنا. ومن بعد ما كيجلس داك السيد وكيبدا يحلل، وهنا ملي كنقولوا كيحلل راه ما تيحللش وكيتوقع المستقبل، لا لا لا، كيحلل شي حاجه اللي دازت، يعني اكيد متراكين كاع تفاصيل درجه الحراره والمناخ والريح و كاع العوامل الاخرى اللي فايته دازت في الماضي. بشكل سهل كيبدا هذاك السيد يقارن المعطيات من 5 ديال لي سيستم اللي كيروبورتيو هذاك المعطيات، وكيشوف وكيوصل لواحد الكونكلوزيون اللي فيها بان درجه الحراره في ديك البلاصه بالضبط كانت ما بين 51 و 55 سيلسيوس، باردون فارنهايت، اللي هي تقريبا 12 سيلسيوس. يعني الانسان الطبيعي كتكون عنده ضروري في لوكور ديالو واحد اللعيبه اللي سميتها الكونفورت زون. هذيك الكونفورت زون كما كتكون نفسيه كتكون حتى جسديه، يعني فيزيك، ما يمكن ليهش يجلس مده طويله في درجه بارده بديك الطريقه. يمكن لك تخرج تشم البرد، يمكن لك تخرج لحظه وترجع، يمكن لك تخرج كاع تكميكارو، ولكن انت تقول لي انت جلستي تقريبا ساعه من ورا السيده وكنتي جالس معاها قبل مني شربت معاك، هذيك المده كامله كنتي انت جالسها في ديك درجه الحراره برا في ديسمبر، ماشي منطقيه غتجلسها بتيشيرت وشورت. داكوغ، اتفقنا على هذه النقطه. دابا غنرجعوا لهذاك الجثه اللي ديجا مشات للابوغاتوار تشرح. اثناء التشريح كيلقاو باللي الجمجمه ديال السيده فيها 7 ديال الهرسات او 7 الضربات اللي واضحين وكبارين وماضيين اعمق من هذا الشيء. كانوا بعض الخلايا العصبيه فاقدين تواجد واحد الماده، باش نشرح لكم دابا ونحطكم في الصوره وتفهموني علاش كنهضر. نورونز واللي هما الخلايا العصبيه، خليه كتكون من واحد السائل كيكون فيه الماء والملحه وشي تخربيقات وحدين اخرين اللي كيكونوا وسط من الخليه. هذا السائل الاسم ديالو سيتوبلازم. في هذه الحاله ديال السيده الخلايا العصبيه ديالها نشفات من هذه الماده، وهذه الحاله كتوقع من الاكسجين ما كيبقاش طريقه للخلايا العصبية في الدماغ الإنسان. يعني الأكسجين قل التواجد ديالو في الدماغ ديالها، فبالتالي دوك الخلايا تكمشات وفقدت داك السائل سيتوبلازم. مركزين معايا؟ هذا الأمر ما كيوقعش بين نغزة ونغزة ولا ضربة وضربة ولا زلقات ولا شي لعيبة، هذا الأمر ما تمكنش الخلايا توصل لهذه الليطة هذه حتى كتدوز عليها من ساعتين حتى لست سوايع تقريبا، وهي عندها مشكل في الأكسجين. ها يعني على عكس ما قال مايك بأنها غيبشات عليا 45 دقيقة، الموضوع غيكون تقريبا أو على الأقل فيه ساعتين ديال العذاب عند السيدة، لأن الخلايا ديالها ما كانش كيوصل الأكسجين، فبالتالي خرجات من الحاله الطبيعيه ديالها. صافي، هنا يبداو كيعرفوا باللي الموضوع ماشي كما كان كيقول السيد، بداو كيقلبوا على شي دليل واضح وصريح اللي يقدر يربطه هو ولا الابن ديالو بالحدث. فكيمشيو للكمبيوتر اللي كانت السيده خدامه فيه، كيبداو يشوفوا يقلبوا التفاصيل. السيده المفروض عندها البيسي ديالها، ولكن هذيك الليله خدمت في البيسي دراجلها لان نسات اللابتوب ولا بيسي بورتابل ديالها في الخدمه، فجلسات بالفعل وكتبين تفاصيل في البيسي بانها صيفطات ايميل شي وحده معاها في الخدمه مع جويه 12 دليل. ولكن ملي كيقلبوا في داك البيسي وفي البيرو اولا في الاوفيس ديالو، كيلقاو الاف، ملي كنقول لكم الاف، الاف ديال الصور الاباء راكم عارفين ديال الرجال ماشي ديال العيالات. المهم السيد طلع لوبيا مرقده. من بعد ما كيجيو يقلبوا البيسي ديالو كيبداو يدخلوا يتعمقوا يتعمقوا يتعمقوا، كيلقاو بانه بينه وبين رجال وحدين اخرين بزاف لي كونفرساسيون على قبل باش يمشيو يديروا موعد يديروا فيه داكشي.
هو ما عندوش علاقة غرامية ولا شي علاقة مع شخص واحد، هو كيقلب على ناس أو الرجال لأولاد هوا خدمتهم هذيك. وحتى أنه في إيميل كتلقاه كيهضر مع واحد الواحد وكيقول لي بلي أنني أنا بحال هكا هادشي اللي عطى الله، أنا راني ما نقدرش نجي في هذا الوقت اللي عندك زعما هو العشيات أو الليل لأنني مزوج، وأنا مزوج مع واعرة زعما وداك الشيء، وكيشكرها ولكن ضيفو فيا وداك الشيء ما عندي ما ندير. بحال كيحاول يدير أن بلون اللي هي ما تعيقش به، وفي نفس الوقت يشرح للآخر بأن أنا داك الشيء علاقتي معاك غير فهمتوني عابرة غير حيتاش أنا في يد البلية وصافي. وفي داك الوقت كان حقا كيخطط لواحد الخرجة مع شي واحد اللي تيلعب شي رياضة معينة في واحد من الكوليجات اللي كانوا قراب ليه. المهم السيد مكحلها مكحلها ديال بصح، غير هو هادشي مكانيش انه هو الفاعل، كيجيو يقلبوا في الفلوس. هي كتعرفوا من اكثر الحوايج اللي كيكون عند بنادم دافع فيهم انه يصفي لواحد اخر هما الفلوس، على قبل الفلوس بنادم كيدير الجرائم. كيلقاو بلي السيد عامين عامين ولا اكثر ما عمرك يا مايك صرفتي على الدار ولا صرفتي على ولادك ولا على ولاد الاخرى ولا درتي شي مسؤوليه ماديه ابدا. يعني هو بحال عايش غير لو كادر، المجتمع تيشوفوا شي حاجه واعره. في الحقيقه المراه اللي هازت الدق هي اللي كتصرف على ولادها وعلى ولادو وعلى المسؤوليات ديال البيت، يعني هاز العبء المادي كامل. واكثر من هذا الشيء كيكون عندها واحد لايف انشورنس او واحد التامين على الصحه ولا الموت ديالها، القيمه ديالو جد المليون دولار وهو المستفيد فيه. هنا عنده الدافع ديال انه خائن، ودافع اخر ديال انه محتاج فلوس وما كانش كيصرف وما عندوش منين يصرف. واحد نورمالمون كتكون عنده غير دافع حاجه واحده باش يدير العمليه، هو عنده جوج دوافع اللي ممكن يخليه يرتكب هذه الجريمه. هنا كيلجؤوا لواحد النوع اخر من الانواع ديال التحليل، واللي فايت هضرت لكم عليه في واحد القضايا وحدين اخرين، واللي هو التحليل ديال التشطيش. ضحكوا على الكلمه وسطروا ماشي مشكله طلعوا عليا، مي الرشان ديال الدم، البقع ديال الدم عندها دراسه خاصه. كاين ناس متخصصين الخدمه ديالهم تيجيو تيشوفوا غير الطريقه كيفاش كان الدم في مسرح الجريمه والطريقه باش متناثر او لم تشطش على الحيط ولا في الحوايج، وكيقدروا يعطيونا واحد سيناريو. وهذا الشيء اللي كيوقع في هذه الحاله هذه. بعد اول حاجه مسرح الجريمه كانت فيه كميه الدم كبيره، ثاني حاجه الحيط اللي بجنبه كانت السيده طايحه، كتعرفوا كيفاش الدروج هابطين هابطين ودايرين، كاين واحد الدويره ثم الارض، بحال هي ضربات في ذاك الحيط ولا شي لعيب الله وعلم. المهم طاحت الحيط، كيبان بان شي حد كان كيحاول ينقيه ويمسحه، يعني الدم ما بقاش هكا طاير ولا ممسوح، من فوق ديك المسحه كاين رشات جدادين ديال هادشي ديال شي واحد اللي حاول ينقي، وعاد عاوتاني من بعد عاود وقعت شي حاجه واحده اخرى اللي خلات الدم يترش مره اخرى. الحاجه رقم جوج هو الحوايج اللي كان لابس. الصباط ديال السيد كان فيه الدم في البق في التحت ديالو، وكانت طراس ديالو بالدم اللي فيه في الظهر ديال المراه، وهذا دليل على انه كان فوق منها وعافط عليها برجليه في وحده من اللحظات. ثالث حاجه الشورت اللي كان لابس، كيعاودوا يجبدوه وكيلقاو بانه كان حاول ينظفو حتى هو من القدام هنايا وجهه الفخاد، غسلو بالماء، كان فازق من يخدم البوليس بالماء. اللي ما عارفوش هو وهذاك الذكاء اللي عطاه الله وقال زعما راني غنصب الشورت او غادي نغسلوه، هو لابسه كيسحب لي باللي حيد البقع من عليه، ولكن في الحقيقه البقع بقى فيها جزء كبير في الجهه اللورانيه ووسط من الفخاد ديالو اللي ما شافهمش هو ملي كان كينظف الشورت. يعني هادشي كيدل على انه كان واقف فوق من السيده وغالبا كان كيضربها بشي حاجه باش الدم تيطير وكيطير لك وسط فخادك. حتى انهم وكيديروا لي واحد البانيو ولا شي كونتينر بحال هكا اللي فيها بونجا عامره بصباغه بحال الدم، باش يعاودوا يخلقوا نفس الحركه او لنفس السيناريو ويشوفوا كيفاش التناثر ديال دوك البقع غادي يكون. وبالفعل كيحاول داك السيد يضرب ديك البونجا هكا وكيضربها بعصا وكيطير لي الدم في الشورت ديالو وكيعاود يطير الدم في الحيط. المهم هادشي اللي شرحت لكم كله هو اللي وقع، وعلى اساسه تبازاو بان السيد كان في وضعيه ديال انه كيضرب فيها وبانه هو اللي عنده علاقه ماشي ولده، لان ولده كانوا حوايجو تقريبا نضاف 100% ما كان فيهم حتى شي نقطه. وطبعا هادشي كله ما غيمكنش نفسرو بانه حقا كانت هي سخفانه وطيحه وكتنزف وجا هو بغى يعتقها، لان الا بغيتي تعتق شي واحد ما غاديش يطيروا عليك بقع ديال الدم. ما حبيت نقولها وصافي. اقتنعتوا بان سيهم مايكل هو الفاعل؟ غادي نزيدكم واحد الحاجه واحده اخرى، شدوا الاحزيمه. من بعد ما البوليس بداو كيقلبوا في الماضي ديال هاد السيد هذا،
كي اكتشفوا بانه 16 عام قبل كان عايش في الالمان مع الزوجه ديالو السابقه كما قلت لكم. كان عندهم واحد صديقه العائله اللي ارمله وعندها وليدات سميتها ليز. ليز كانت صديقه مقربه ليهم وكانت كتجي عندهم يمشيو عندها، وكان هو اخر واحد شافها حيه على حسب الغابور ديال البوليس اللي دار في الالمان 16 عام قبل. ماشي غير هذا الشيء وصافي، ليز ماتت بنفس الطريقه اللي ماتت بها كاتلين. ليز في لي رابور مديرينها على اساس انها طاحت من الدروج في حادثه وبانها تصابت وماتت ودفنوها والامر سال تما. والكثار من هذا الشيء هو ان ليز كانت غنيه جدا وكانت دايراه هو اللي غياخذ الورث في الوصيه اللي دارت، وكانت كلفات وكذلك في الوصيه ديالها بوليداتها. كيفاش وحده غتجي وتكلف واحد؟ واش كان كيلعب ليها على عقلها؟ واش كانت عنده معاه علاقه؟ الله اعلم. المهم هو اخر واحد شافها، وحتى هي طاحت من الدروج بنفس الطريقه، وغيمشي ويجبدوها من القبر وغادي يعاودوا يحلوها وغادي يلقاو عندها في الجمجمه ديالها سبعات الضربات تماما بحال الضربات اللي مضروبه بهم كاتلين. سبعة يعني ميمكنش هادشي، ميمكنش يكون غير صدفة. وهذا حاجة واحدة من الحوايج اللي غادي يخلي البوليس يتأكدوا 100% بلي هو الفاعل. دابا خاصهم يلقاو سلاح الجريمة باش ضربها. على حسب الضربات اللي كاينين في الجمجمة ديال كاتلين كيبان بأنها شي حاجة اللي غادي تكون ماضية وبحال مقيمقم ليها الرويس ديالها ورقيقة، ماشي شي حاجة اللي الضربة ديالها كبيرة. في بعض من الصور العائلية اللي كانت جامعهم كلهم مع وليداتهم وداك الشيء في ديك الدار، كتكون كتبان عندهم واحد العصا طويلة كتسمى بلو بايب اللي بها كيشعلوا المدفع، كتحط دائما حدا البلاصه ديال المدفأة وشد القنيته ديالها، وتتكرر في الصور. ولكن في الوقت اللي دخلوا للدار وقلبوا على ديك العصا ما كيلقاوهاش في الدار، اكيد شي واحد تخلص منها. النواب او النائب العام المتخصص اللي كان خدام على هذه القضيه هذه اثناء العرض ديالهم للتفاصيل والادله وقت المحاكمه كيفسروا بان اللي وقع كالاتي. كيقولوا بان السيده تكون كانت عاديه دوزت النهار ديالها نورمال، شربات لي شربات ثم طلعت لاشومبر باش تصيفط داك الايميل من البيسي ديالو اللي حيتاش كانت نسات ديالها في الخدمه. ملي جلسات وصيفطت الايميل غالبا غتكون طاحت في شي ميساج جاي من عند شي واحد اولا شافت شي حاجه من دوك التصاور اللي كان مخبيهم في الاوفيس ديالو، فجن الجنون ديالها. لان تخيل معايا انت مزوجه مع شي واحد شريك حياتك كتصرف عليه في الفلوس وهو اصلا ماشي راجل، كتهبط لعندو باش تواجهو، غالبا غتكون مشات لعندو تناقشت هي وياه ثم دارت بدات غدا راجعه طالعه، فكيهز ديك العصا اللي كانت هذا المدفأة وكينزل عليها سبعة دقات الراس، كيجيبها طايحه على كرشها وتما فين كيعفط عليها وكتبقى الطراس ديال الصباطو في الظهر. ثم من موراها كيحيد اولا كيتخلص من الصباط لان بقات فيه الطراس، وكيحاول انه يبدا يستيجي العمليه، يعني كيحاول انه يبدا يغير من بعض التفاصيل في مسرح الجريمه باش يخليها تبان بحال شي حادثه. اهمهم انه جاب الصنداله ديالها د الصباح حطها حداها، حطها في شي وضعيه مختلفه. والسيد طبعا كيلاحظ بانه داك رشات الدم اللي كان كيضرب فيها طاروا ليه في الشورت، فكيمشي يغسل الشورت ديالو، كينسى بانه وسط منفخاد وبقاو رشات ما انتبهش ليهم. ثم كيحاول يغسل داك الحيط اللي كتبان علامه ديال انه دار عليه واحد المنظف وبدا كيغسل فيه. السيده غتكون هنايا باقه حيه وما ماتتش، وغتكون ناضت وتمشات على رجليها او على الاقل وقفات. ملي شافها وقفات هي فين رجع وصفها لها في مره، وهذيك المره فاش عاود صفها لها هي فين عاود وطار ورشات جديده ديال الدم على داك الحيط اللي كان ديجا بدا كيمسح فيه هو. وطبعا هذه المده كلها كانوا عندها علامات ديال نقص اكسجين في الخلايا ديالها، والخلايا الدماغ ديالها كانت بدات كتموت، وماتت بالفعل قبل ما يديموا الامانه امانته. من بعد بقات غير مليوحه في الارض وكتنزف حتى صافي الروح خرجت كامله. ثم من بعد هادشي كله شي واحد الله اعلم واش هو ولا ولده ولا شكون كياخذ ديك العصا اللي بها ضربت السيده وكيحاول يخرجها من الباب الخلفي ديال الدار، لانه كيلقاو علامات ديال الدم كاينه في الطريق خارج الباب، جوج ديال النقطات كبارين ديال الدم. فين كيديوها شنو كيديروا بها الله اعلم. من بعد هادشي ومن بعد تفكير عميق وتحليل وهادشي كله اللي حاول يدير السيد، كيفكر مزيان كيلقى راسو غادي يعاود نفس التجربه اللي عاشها 16 عام قبل، وغادي يعيط لهم يقول لهم تكركبات من الدروج وصافي. بالنسبه لي الموضوع سهل تما، ولكن في الحقيقه لان
البوليس داروا خدمه نقيه بزاف ديال الايفيدنس او الادله اللي ما كانش غادي تدوز ليه سهله، واخا يقول اللي بغى يقول، واخا يحاول انه يلعب بعض المعطيات. للاسف هذا الشيء كنت دار في 16 عام قبل، ما كانش غطي الروح ديال لز وما كانش غتسجل على اساس انها حادثه. وبالتالي الحمد لله انه دابا غيخلص، او لا بالاحرى في 2001 كيتحكم على مايك بيترسون بالمؤبد بدون امكانيه الاستئناف. هذه هي القضيه كامله ديال هذا الكابل هذا اللي دوزوا بزاف الحوايج، عاشوا كانوا ايقونه للزواج المثالي الناضج والنجاح و وفي التالي الحاجه اللي حتى واحد ما كيبغي يدخل العقل، خصوصا في الوقت اللي كنعيشوا فيه، هو ان البيوت راه اسرار بالفعل. راه حتى شي وحدين ما يبانوا لك انهم مزيان، ما عارف انت حقيقه الحياه اللي كيعيشوها لداخل. ديما الانسان سبحان الله كيبقى يتطلع لعند الحاجه اللي كاينه عند الاخر. تبقى وحده اخرى غتشوفها غتقول لك واو مزوجه بشخص عنده واعر ومشهور، وهو مزوج بديك السيده كذا كذا، ولكن حقيقتهم في الداخل ديالهم ها هي مزوجه بشخص هكاك ولكن لوبيا، ولكن كيصرفش على الدار. ملخص القول، ما عمر نحكموا على الناس، ما عمر نتخيلوا راسنا فاهمين، ما عمر نتمناو شي حاجه عند الاخرين، لاننا ما عارفينش راسنا واش غنقدروا نتقبلوها بكاع داك الخبايا ديالها. وكيف ما كيقولوا حتى زين مخطاتو الاولى. ما نطولش لكم اكثر من هكا، نتمنى تخليوا لي التعاليق ديالكم، شجعوني باش نستمر. انا راه كنبغي التشجيعات ديالكم باش نقدر عاوتاني نحط واحد لا فيديو واحد اخر. ونتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جاي، وبسلام عليكم.